بهاء سلطان اتظلم بسبب أزمة نصر محروس ولا هو اللي عطل نفسه؟ الاتنين. ازاي الاتنين؟ بهاء سلطان جورج وسوف مصر، ويمكن أنا آسف لو قلت لك أكتر كمان. هو نصر شاطر ذكي تجاري شديد جدا، بس عقلية يا أسمى بتعرف تفيدك. يعني أنا اكتشفت، بيقول لك يموت المعلم ولا يتعلم. أنا الزمن علمني إن في ناس كتير ممكن تاخد منك دلوقتي بس تديك كتير قوي. يعني الاتنين خسرانين. الاتنين خسروا، وأنا مصر الاتنين خسروا. حتى بعد ما سابوا بعض الاتنين خسروا. افتكري كلامي، لا بهاء سلطان هيبقى هو بهاء سلطان اللي كان أيام نصر، ولا نصر هيعرف يلاقي صوت زي بهاء سلطان تاني.